أهلا بكم في موجز الأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. فريق طلائع الجيش فاز على بلدية المحلة بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة نايل دوري. بالنتيجة دي يصل طلائع الجيش في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، وتراجع بلدية المحلة إلى المركز 13 برصيد 9 نقاط. فريق سيراميكا كليوباترا حقق فوز مهم على فريق إم بي بنتيجة 4-2 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري نايل. بالنتيجة دي بيصل رصيد سيراميكا للنقطة ال 13 في المركز الرابع، وتجمد رصيده عند النقطة العشرة في المركز ال 12 على جدول الترتيب. نادي الإسماعيلي حقق كمان فوز على البنك الأهلي بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت ما بينهم باستاد الإسماعيلية ضمن فعاليات الجولة الثامنة من دوري نايل. وبالنتيجة دي ارتفع رصيد الإسماعيلي لسبع نقاط في المركز الرابع عشر، بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند ثلاث نقاط في المركز الأخير بجدول الترتيب. طرحت التذاكر الخاصة ببطولة السوبر المصري بمشاركة أربع فرق، وهي الأهلي، بيراميدز، فيوتشر، وسيراميكا، واللي هتستضيفها دولة الإمارات. وأعلن مجلس أبو ظبي الرياضي يوم 25 ديسمبر هيكون موعد لمباراة فيوتشر وبيراميدز ومباراة الأهلي مع سيراميكا في كأس السوبر المصري في نسخته الجديدة. وهتسافر الفرق يوم 22 ديسمبر استعداداً لانطلاق البطولة. منتخب السيدات ودع التصفيات الأفريقية بالتعادل السلبي أمام نظيره السنغال في اللقاء اللي جمعهم على أرضية ملعب استاد السلام بالقاهرة في إياب الدور الثاني والأخير من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024. ومنتخب شباب الهوكي خسر أمام فرنسا بنتيجة 3-1 في أولى مواجهاته ضمن المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم بماليزيا، واللي هتستمر لغاية 16 من الشهر الجاري. البطلة المصرية ملك خفاجي تأهلت لدور 16 ببطولة نيوزيلندا المفتوحة للسكواش، واللي بتستضيفها مدينة تاورانجا خلال الفترة من 5-10 ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية بتصل ل 77,000 دولار. كمان فازت ملك خفاجي في مباراة الدور التمهيدي على النيوزيلندية كاتلين واتس بنتيجة 3-0. الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول تحدث عن النجم المصري محمد صلاح قبل مباراة شيفيلد يونايتد اللي هتقام النهاردة ضمن منافسات الجولة ال 15 من مسابقة الدوري الإنجليزي. وقال مدرب ليفربول أن محمد صلاح هو واحد من أساطير ليفربول والبريمير ليج، وأكد أنه بيدرب لاعب مثله ولن يدرب لاعب مثله، وأن صلاح لاعب استثنائي وأحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق بدون شك. ماسيميليانو أليجري مدرب فريق يوفنتوس حصد جائزة مدرب شهر نوفمبر في مسابقة الدوري الإيطالي متفوقا على سيموني زاجي مدرب إنتر ميلان، وحيتسلم المدرب الإيطالي الجائزة قبل مباراة الجولة ال 15 من الدوري الإيطالي أمام يوفنتوس ونابولي، واللي هتقام يوم 8 ديسمبر المقبل. والبلجيكي جيرمي دوكو توج بجائزة أفضل لاعب في مانشستر سيتي الإنجليزي خلال شهر نوفمبر الماضي بعد الأداء القوي اللي ظهر عليه خلال مباريات الفريق في مختلف المسابقات.
مهاجم المصري أحمد حسن كوكا لاعب فريق بندك سبور نجح في تسجيل هاتريك خلال مباراتهم مع فريق سبارتا 32 سبور ضمن منافسات الدور الرابع من كأس تركيا، وسجل كوكا أهدافه الثلاثة في الدقائق 54 61 63 من زمن المباراة. خلصت نشاطنا الرياضية وهنعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع جمانة ومحمد. عودة ليكم مرة تانية. نشكرك يا هلا، شكرا جزيلا.